مرحبا بكم. عندما يتم الحكم على السجناء بالمؤبد أو الإعدام، يحق لهم أن يقولوا آخر كلمة لهم. بالطبع جميعنا قد سمعنا عن ذلك من قبل في الأفلام والمسلسلات. ما هي آخر كلمة لك؟ اليوم نتحدث عن بعض السجناء الذين قد حكم عليهم بالإعدام وقالوا آخر جمل مرعبة ومخيفة لهم. ولكن قبل أن نبدأ، ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. أولا، جاري جيلمور. بدأ جاري مسيرته الإجرامية في عام 1960، فقد كان يسرق سيارات الآخرين، وتم القبض عليه وحكم عليه بقضاء 15 سنة في السجن. ثم قام بإطلاق سراحه، ثم قام بقتل شاب يبلغ من العمر 16 عاما، كان يعمل في أحد محطات البنزين، ثم قام أخوه بإبلاغ الشرطة عنها. وفي عام 1976، تم الحكم عليه بالإعدام. وقالوا له: عند تنفيذ الحكم ماذا تتمنى قبل إعدامك؟ فقال لهم: افعلوا ذلك. وهي نفس الجملة التي اتخذتها شركة نايكي كشعار لها: Just do it. ثانياً، ألين وارنوس. تعد ألين من أخطر السفاحات على مر التاريخ، فقد عانت من حياة صعبة جداً. فقد تعرضت للاغتصاب في سن 14، وبدأت بالتعرض لمشاكل نتيجة عدم توافر المال لديها. تزوجت من رجل مسن، ولكن سرعان ما تركتها، وأودعت وارنوس في السجن بتهمة قتلها 6 أشخاص في أمريكا. وقالت أنها كانت تدافع عن نفسها وأنهم قد هجموا عليها. وفي عام 2002 تم تنفيذ حكم الإعدام عليها. وكانت آخر كلمات لها مرعبة جدا، فقد قالت: فقط أريد أن أقول بأني أبحر مع الصخرة، ولكنني سأعود في يوم 6 من يونيو، يوم الاستقلال، فحتما سأعود. ثالثا، جيمس فرانش. في عام 1958 قام جيمس بقتل سائق سيارة كان قد توقف ليقله إلى وجهته المقصودة، وسرعان ما تم القبض عليه ووضع في السجن وحكم عليه بالمؤبد. ولكن عندما قتل زميله في الزنزانة، أجبرت الدولة بالحكم عليه بالإعدام بالصاق الكهربائي. وعندما سئل عن آخر كلمة له، قال: ماذا تمثل لك تلك الجملة؟ البطاطس المقلية. فلا نعلم هل هي جملة مضحكة أم هي مخيفة. رابعا، بيتر مانويل. في عام 1958 تمت إدانة بيتر بسبب قتله لسبعة أشخاص، ولم يستطع المحامون الدفاع عنها، وذلك نتيجة اعترافه لقيامه بتلك الجرائم. تم الحكم عليه بالإعدام شنقا، وكانت آخر كلماته: أغلق الراديو، فأنا أريد أن أذهب في هدوء. خامسا، جون روك. في عام 1980 قتل جون روك ممرضة تبلغ من العمر 35 عاما، عندما كان ينتظرها في موقف السيارات الخاص بالمشفى والذي كان يعمل فيه أيضا. وفي عام 1986 تم الحكم عليه بالإعدام بالحقنة المميتة في كارولينا الشمالية، كانت آخر كلماته: الحرية، في النهاية سأحصل على الحرية، أفضل شيء في الحياة. وأنت تستمع لهذه الكلمات تعتقد أنه يشاهد الجنة، ولكن ما علاقته بالجنة بعد قيامه بجريمة قتل؟ سادسا، كريستينا ماري ريجيس. في عام 2000 قتلت ماري أبنائها بأيديها باستخدامها للوسائد، وعندما تم القبض عليها اعترفت بارتكابها لهذه الجريمة. طلبت من القاضي أن يحكم عليها بالإعدام، وبالفعل حكم عليها بالإعدام شنقا. وكانت آخر كلماتها: كلماتي لن تستطيع أن تعبر عن أسفي بشأن ما فعلته في أطفالي، ولكن الآن أستطيع أن أكون معهم، أحبكم يا أطفالي. والغريب في ذلك الأمر أنها حتى لم تحاول أن تنتحر باستخدام السم على سبيل المثال. سابعا، توماس جي كراسو. قتل توماس امرأتين عجوزتين من أجل سرقة مبلغ صغير من المال، وفي نهاية الأمر ألقت الشرطة القبض عليه. في عام 1995 تم الحكم عليه بالإعدام بالحقنة المميتة، وعند سؤاله عن آخر شيء يريده قبل إعدامه، قال: أريد وجبة الإسباكيتي مع الجبنة وصوص الطماطم، ولكنه حصل على طبق تقليدي. وكانت آخر كلماته: من فضلكم، لقد كنت أريد وجبتي الخاصة، ولكنني حصلت على الإسباكيتي التقليدي، وأنا أريد أن تعرف الصحافة بذلك الأمر. ثامنا، روجر كي كولمان. في عام 1981 قام روجر بقتل أخته الغير شقيقة، وتم القبض عليها. وبسبب ادعائه المتكرر ببراءته، قاموا بتحليل الحمض النووي له، والذي أثبت بشكل قاطع أنه مذنب. وكانت آخر كلماته:
أنتم اليوم تقتلون شخصا بريئا، وعندما يتم إثبات براءتي آمل أن يعرف الأمريكيون أن حكم الإعدام كان حكما ظالما، وأن يعرف الجميع ذلك في جميع أنحاء البلاد، ولكنه سرعان ما ثبتت إدانته. تاسعا، جورج أبل. كان جورج أبل رجلا من رجال الشرطة، ولذلك تعد جريمة القتل تلك من أخطر الجرائم في ذلك الوقت. وفي عام 1960 كشفت شرطة نيويورك هذه الجريمة، وتم الحكم عليه بالإعدام بالصعق الكهربائي. أما عن آخر كلماته فقد كانت عبارة عن مزحة مثل التي قالها جيمس فرانش، فقد قال جورج: ها أنتم أيها السادة، سترون الآن كيف هو التفاح المخبوز. وذلك لأن كلمة أبل في الإنجليزية تعني التفاح. عاشرا، لافينيا فيشر. تعد فيشر من أشهر النساء السفاحات في ذلك الوقت، فقد كانت تعيش بجانب فندق ما، ولسبب ما بدأ نزلاء ذلك الفندق يختفون شيئا فشيئا، ولا أحد يعرف السبب، إلا أن رجال الشرطة استطاعوا التوصل إلى السبب، وهو أن فيشر كانت تدعو النزلاء في منزلها لاحتساء الشاي معها، وتضع في الشاي سما قاتلا، وكان هذا بغرض السرقة. والذي كشف أمرهم هو حضور أحد النزلاء في ضيافتها، وكان يدعى جون، وعندما قدمت له الشاي كالمعتاد قال لها: أنا لا أحب الشاي. ومن ثم ذهبت لتحضر له أي مشروب آخر، وقال لها: لا أريد أن أشرب شيئا، ولاحظ انتباهها على نقوده، وعندما شعر بعدم الارتياح غادر على الفور. ومن ثم ذهب إلى رجال الشرطة ليخبرهم عن هذه السيدة الغريبة، وتم القبض على هذه السيدة، ووجدوا في منزلها العديد من الجثث، وحكم عليها بالإعدام شنقا، وكانت آخر كلماتها: إذا كنتم ترغبون في أن ترسلوا رسالة للجحيم فارسلوها معي، سأوصلها بالتأكيد. وتم تنفيذ الحكم عليها. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.